بعد إنشاء لجنة تقنية ولائية تم إحصاء الفلاحين المتضررين بولاية مسيلة والمقدر عددهم بأكثر من 6000 مستفيد. في إطار التعويض تاع سيد الرئيس، برنامج تعويض تاع الناس اللي قاسم الجفاف عام الأول، رانا فرحين بها بزاف والحمد لله، والعملية سريت المفعول. احنا تضررنا من الجفاف هذا الأونة الأخيرة هذه، الحمد لله بفضل الدولة اللي دعمتنا بهذا الحبوب. نسبة تقدم سير عملية تعويض الفلاحين جراء شح الأمطار بلغت 50%، وتشمل هذه التعويضات القمح الصلب، القمح اللين والشعير. نشوف الملف تاع الفلاح، إذا كان ملف استوفى جميع الشروط نعطلوه هنايا البذور تاعو. في عملية الفوترة ندخل على اللوجيسيال تاعنا، نشوفوا الفلاح تاعنا، نلقاوه ما عندنا في اللوجيسيال، مباشرة نقوم بعملية الفوترة، لأن المعلومات راه تجينا حاليا من مصالح الفلاحية، مصالح الفلاحية مرقمنة. رانا مخصصين 3000 قنطار للتكثيف، و 30000 موجودة في جميع الوحدات التعاونية. السلعة متوفرة إن شاء الله، ومازال يزيد يلحقنا إن شاء الله الزريعة. دعم ومساعدة الدولة لهؤلاء الفلاحين يهدف إلى تشجيعهم على الإنتاج خلال السنة المقبلة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.